to innovate just for the sake of innovation, ولا هيحصل نوع من انواع الربط بين البيزنس والاندستريال كلاسترز عشان الاي سي تي يبدا يخدمهم بشكل او اخر، ويبقى الاي سي تي هو للاسف حاليا يا دكتور حازم ما فيش اي بيزنس كلاستر شايف الاي سي تي اوف فاليو، وبالتالي الشركات دايما بتطلع برامج في السيرفيس مود، بتطلع برامج حسابات، بتطلع برامج مخازن، بتطلع، انما ما حدش خالص راح للبرودكشن مود، ما حدش عمل حاجه علشان الناس اللي شغاله في الميتال ووركس او التكستايل او ودي شركات اللي شغاله في الاندستريز دي بتحرك عماله كتيره جدا وبتحرك مجتمع كامل يعني. وبالتالي الاي سي تي بقى في ايزوليشن، واي حاجه بتبقى ان ايزوليشن حضرتك عارف ان هي بتؤدي الى انها تموت. والحاجات دي كمان محتاجه فند يعني حقيقه، وفند مش قليل. النهارده الفند بتاع الكلام دوت هل هيتم عن طريق تيك؟ هل تيك هيبقى لها مخصصات؟ هل هيتوريز فند ثرو دونرز انترناشونال انتيتيز زي الورد بانك اي اف سي الناس دي؟ فهذه مجموعه الاسئله اللي تمام. السؤال الاجابه على الجزء الاولاني وي اونلي اي سي تي سنتريك بس فوكست، ولا ممكن نفتح هوريزونتال شويه؟ انا ماي ايم ان تيك از تو موف فيري هوريزونتالي از ماتش از اي كان. امبيشن بقى يعني ليه ما نكونش الانوفيشن انتربرينورشيب سنتر اكروس ذا بورد لكل الصناعات. لكن طبعا اللي احنا بنقول عليه دلوقتي مش اي سي تي كومبانيز بس اي سي تي ريليتد. اي سي تي ريليتد يعني شركه بتشتغل مثلا في التكستايل بتعمل سولوشن للتكستايل بيز على الاي سي تي معانا، شركه بتشتغل في الاجريكلتشر بيز على اكسبرت سيستمز بيز على الاي سي تي، في المانيفاكتشرنج بيز على كنترولرز ووايرلس سنسورز او وات ايفر تبع الاي سي تي. فاحنا ميزه ان احنا ممكن نخش هوريزونتالي في كذا اتجاه افقيا، وده مرتبط برضو بان احنا نتحرك افقيا، وده شيء مهم جدا مش بس في تيك، وزاره الاتصالات ان جنرال. ما اعرفش حد قرا جمال غطاس الفتره اللي فاتت امبارح وما قبله وهو اكشلي قبل الثوره اتكلم عن الموضوع ده، انه دور الوزاره هل هي بس دعم الصادرات؟ كويس، مش دعم الصادرات قصدي يعني ان هي بتشجع شركات الاي تي انها تصدر وبس اف دي اي فقط، ولا في دور افقي مهم جدا على مستوى الاوتوميشن بتاع الاي تي بتاع كل الوزارات في مصر؟ كويس، وانه ان زي ما بيقول ان الاي تي يبقى الملح والفلفل اللي بيتحط على كل اكله. كويس، طبعا ده توجه وانا كنت متابع معاه زمان، اتس ا فيري جود دايركشن واتس فيري امبورتنت. الاي تي هاز تو بي ان افري جفرمنت اند افري اورجانيزيشن في مصر، فالدور الافقي ده مهم جدا. بالنسبه لموضوع الفاندنج، انا طبعا احنا تيك لغايه دلوقتي البادجت بتاعتنا از نوت ريلي ويل ديفايند، كويس، مش عارفين كام بالظبط. بس انا لما جيت مع اول اجتماع مع دكتور ماجد قلت له انا لو طلبت منك فلوس كتير يبقى انا مش هنجح، انا مش عايز فلوس من الحكومه، انا عايز فلوس فور بيزك اكتيفيتيز تو سبورت طبعا الستاف، وبيزك اكتيفيتيز كلها اوفر لو كوست هاي امباكت. كويس، ودوري انا كتيك ان انا اجيب جرانتس وفاينانسز من دونرز، وانا شايف انه في لوت اوف اكتيفيتيز او لوت اوف دونرز سواء البورد بانك، الاي اف سيز، الانفستمنت بانكس، لوت اوف اورجانيزيشنز ار ويلينج تو السوشيال فاندز يس، بس يعني اتس الون برضه. اوكي، ف يعني احنا السوشيال فاند مش بتاع اس دي اف، بتكلم على بره كيشن قديمه وبتعمل حاجه سيميلر اللي موجود، لان دي برضه سؤال بيتدور في اي تك، واعتقد يمكن مش واضح في تك هنا، مش عارف اجيب السؤال ازاي. حاجه جديده يعني، هل في انوفيشن يعني حاجه جديده الشركه جايه بيها، فكره جديده؟ بص حضرتك، احنا لو حطهم كده نمره واحد، احنا بنشجع الستارت ابس اللي هو من لا شركه الى شركه. كويس، الشباب الخريجين الانديفيديوالز اللي هو عايز ينشئ شركه، ده مرتبط بالايكونوميك طبعا ديفلوبمنت فاست، فاحنا دول مهم جدا ان احنا ننشئ شركات او نكون عنصر فاعل في المساعده على انشاء شركات جديده. This is number one. دورنا في الانوفيشن زي ما بقول لحضرتك اللي هو التركيز على القاء الضوء على الشركات المصريه اللي عندها انوفيشن تكنولوجي اور بروسيس اور سيرفيس اور ايفن بزنس موديل، نلقي الضوء عليها ونساعدها ونريكوجنايز ذم ونساعدهم في الانوفيشن مانجمنت اند انكورج اذرز تو دو ذات. الاي تك جريت انيشيتيف ابتدى بيخدم على نفس الجزئيه دي، اللي هو ما هي الشركات عشان تبقى انوفيتيف دي فيها حاجتين، يا اما ان هي
حاسه باهميه الموضوع فبتجيب كونسلتنتس تساعدها، او هي عندها باي نيتشر من كتر مثلا سي او والناس السينيور مانجمنت ار ريلي اوير اند هاز بين ويل اكسبوزد انه دي ميك ان انوفيشن مانجمنت انسايد اند دي هاف ان اي بيز، او ان هو بيبقى عايز يجيب عن طريق كونسلتنتس تساعدوه، او ان هو عنده حته محتاج شويه ريسيرش في الجامعه يشتغلوا على البروتوتايب دي على الفكره وياخدها يحطها في البرودكت عنده. This is the iTech part. والاي تك المفروض يتشاف كده. الاي تك is not a support للجامعة. It is not a PI thing وانه it's helping the university. No. It is driven by the company. وهو الراجل بيحط البرودكت بتاعه او السيرفيس او السولوشن بيقول انا عندي الحتة دي it's a high technology بس محتاج حد يعملها لي في الجامعة معادين مع دكاترة ويخلصها لي واحطها. درايف جيم هنا. بغض النظر كانت حاجة جديدة او حاجة already existing. لا ما هو نفس ان هو عنده solution جاهز. Product already جاهز. بس عايز يزود 3 or 4 features that are extremely competitive على existing product. That does not exist anywhere ولا already حاجة تانية عملها؟ لا ما هو لو حد تاني عملها ده بقى في الاسسمنت بتاع how viable is the iTech assessment. بمعنى انه ايه؟ دلوقتي هو بيقدم على فكرة. الناس اللي judges اللي هم جزء من الاكاديمية وجزء من الاندستري بيشوفوا. طيب ما الفكرة دي معمولة قبل كده طب ما تاخدها. بل مهمة جدا يعني you can either acquire it you can license it ده جزء industry development لكن لازم تكون الفكرة اللي هو بيعملها فيها وضوح ان هي new and innovative او ان هي موجودة في international vendor ب 2-3 مليون دولار انا هعملها ب 50 الف دولار يكون ده واضح فالdifferentiation سواء cost differentiation او innovation differentiation has to be clear in the mind of the judges بس مش حاجة اتعملت قبل كده وخلاص أيوة تمام فا في شوية بس كومنتس أساسية الحقيقة أول حاجة الاستراتيجي مليانة إنيشيتيفز يعني 13 إنيشيتيف أنا شايف إن ده كتير قوي خلينا نركز شوية في عدد من الإنيشيتيف بايوريتايزيشن أول حاجة أنا قلتها في ال anyway حضرتك يعني في وخلال الكشف أنا شايف في يعني تصحيح خلينا أقول في كثير من الحاجات الاستراتيجي بشايف فيها برضو داينامكس هنبتدي بإيه ونعمل إيه ونوصل لإيه وفيهاش برضو كي بي آيز نيوميريك كي بي آيز كلها كلام جينيريك لكن عايزين نحدد أول سنة هنعمل كذا رقم كذا ونتحرك كده النقطة كمان أنا شايف برضو إحنا المالتي ناشونالز كتير لا ومع ده في الاستراتيجي ريبورت اللي انت خدته مش أيوة مش أنا اللي قلته النهارده ياس شو بس طبعا واحنا حي فكره انه تو هاف الايجيبشن طبعا 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 دي نقطه خطيره جدا دي نقطه خطيره جدا وتركيزنا على الاف دي اي برضه الفورين دايركت انفستمنت كاوبجكتيف للانوفيشن ستراتيجي انا اعتقد ان الجفرمنت بروكيورمنت والبرايفت سيكتور بروكيورمنت ممكن يفند كتير جدا من الاكتيفيتي بتاعت الانوفيشن إذا كنا إحنا بنتارجت بين حالية وموجودة عندهم ونقدر إحنا نحلها ويكون بعد إذنك الحلول solutions short solutions وحلول سريعة وريتيرن بتاعها مباشر ودايركت ما بنحلمش ممكن نحط حلول مجرد موبايل ابلكيشن بيبعت اس ام اس كويك وينز بيبعت اس ام اس بس الفكرة مع إيه هي الاس ام اس مع إيه مين اللي هيقوم بيها قد تدينا ريتيرن دايركت ومباشر على البلد هي اللي يصرف على الانوفيشن بتاعنا مش لازم نستنى قوي الاف دي ايز وشروطهم وعشان نبتدي بس يعني I agree 100% شكرا جدا عصام بس اسمحوا لي اجاوب عليه بكذا حاجه الجزء الاخراني بيماب مع اللي حضرتك قلته كويس ان هو دور تيك في الناشونال بروبلمز وحاجات تبقى شورت ويل ديفايند كويك امباكت وليها مردود كويس يعني زي موضوع مثلا الموبايل بولينج اللي بتكلم عليه ده شغل بسيط بس ياخدوا 3-4 ديفلوبرز ممكن نعمل كومبيتيشن بينهم يعملوا الاس ام اس جيت واي ودي واحده من الافكار حاجات زي كده بتخدم على حاجه مهمه ليها علاقه بالبولينج اند سو
الجزء الخاص بقى بالاستراتيجي. هي عشان كده انا اول ما جيت انا قلت ايه ان الاستراتيجي اتعمل فيها مجهود كويس، انا مش عايز يعني المجهود اللي فات ارميه كله، بالعكس يشتغل، بس ديفينتلي في كذا حاجه زي ما انا وضحت وحضرتك قلت البريورتيزيشن هاز تو بي ماتش كلير، ايه وبعدين بعدين ايه وبعدين رود ماب اند تايم بلان اوف هاتشيف ايه في وقت قد ايه. الكي بي ايز لو انت شفت التقرير واضح انك انت شفته وقريته كويس، الكي بي ايز ان ماني كيس ار كواليتاتيف، كلام عام. لو انا شايف بيلر مش قادر امسكه هسيبه، يعني يعني مش لازم احط حاجه في الاستراتيجي فيها كلام حلو مش ماسكها، ما اعرفش ما اعرفش ماجر. لو طلع 4-5 محكومين وكلير وهقدر اقيسهم اي ويل دو ذات. فتوقع ان شاء الله في خلال 2 تو 3 مانس ماكسيمم ريفورميشن اوف ذا استراتيجي، انا شغال عليها دلوقتي ومع التيم، ومعانا ايجيبشن كونسلتنت هاي يعني توب نوتش، يعني يعني ايفن يعدي انترناشونال كونسلتنت، طبعا بياخد عشر 21 من السعر اللي بياخده.